حياكم ربي وبياكم وأسعدني وإياكم. أمران لا يشتران بكنوز الدنيا بل بالكون كله، والعجيب أن مقرهما واحد. ما هما؟ الإيمان وحب الناس، مقرهما القلب. مهما بذلت وأطعمت الناس وبذلت من أموالك لأجل أن يحبوك أبدا، منهم من يحبك لذاتك ومنهم من يحبك لمالك. إذا فارقت الدنيا يظهر الحب الحقيقي، هل كان يحبوك لمالك أو يحبونك لذاتك؟ أما الإيمان فهو هبة من المولى عز وجل، مقره القلب تصدق الأعمال والجوارح، وهذا كما قال العلماء هو تعريف الإيمان. قال هو اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان. الإيمان له أركان ثلاثة، لكن أول أركانه وأصله الأصيل هو ما كان في القلب. لا يشترى بكنوز الدنيا.